أستاذ سعد، في بداية هذا اللقاء وردنا سؤال من شخص ألماني يقول: أنا شخص أعجمي، هل أركز أولا على إتقان اللغة العربية وحفظ القرآن، أو أن أبدأ في فهم وحفظ كتب الفقه والحديث؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فنسأل الله تعالى الأخ الكريم أن يثبته وأن يفقهه في دين الله عز وجل. وهذا السؤال ينبئ عن حرص من الأخ الكريم على التفقه في دين الله عز وجل. الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالنسبة لسؤاله، الذي أرى أنه يعمل على المسارين جميعا، يعمل على مسار إتقان اللغة العربية وفهمها فهما جيدا وضبطها وحفظ القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه يعمل على المسار الآخر وهو التفقه في دين الله عز وجل. وذلك لأنه لو شغل باللغة العربية لربما ضاع عليه وقت كثير، يعني ما نقول ضاع، لكن نقول يعني كان ذهب عليه وقت كثير، هو ليس ضائعا، لكن ذهب عليه وقت كثير على حساب تفقهه في أمور دينه. والعمر قصير، عمر الإنسان قصير، والإنسان لا يدري ما يعرض له. ولذلك فالأحسن أن يجعل له برنامجا يسير فيه على المسارين جميعا، مسار لزيادة ضبط اللغة العربية والتفقه فيها، ويعني أن يتقنها جيدا، والمسار الآخر العلوم الشرعية، لأنه على حسب سؤاله لديه فهم، يستطيع أن يقرأ وأن يفهم العلوم الشرعية، لكنه يحتاج إلى مزيد من ضبط اللغة العربية. فالذي أرى أن يعمل على المسارين جميعا، وإذا وجدت الهمة العالية فإنه إن شاء الله سوف يتقن اللغة العربية ويتفقه في دين الله عز وجل. أقول هذا لأن لديه المبادئ، هو لديه المبادئ، يستطيع أن يقرأ في اللغة العربية، يستطيع أن يفهم اللغة العربية. أما لو كان إنسان لا يفهم اللغة العربية مطلقا ولا يتحدث بها مطلقا، فلا شك أن الأولى أن يبدأ بفهم اللغة العربية أولا. لكن ظاهر من سياق السؤال أن الأخ الكريم يستطيع أن يفهم ويقرأ اللغة العربية لكنه يريد أن يتعمق، فإحنا نقول يبقى يعمل على المسارين جميعا. نعم، يعني مثلا هل يبدأ بالأساسيات في كل فن، يعني بالتوازي؟ نعم، بالنسبة للغة العربية يضبط ما يحتاج إليه منها مما يستقيم به اللسان ويستطيع أن يفهم به الكتاب والسنة، ولا يتعمق مثلا في الخلافات اللغوية، خلافات مثلا بين البصريين وبين الكوفيين، هذه لا داعي لها، هذه تكون للمتخصصين فقط. هل توصيه شيخ مثلا بسلسلة معينة فيها تدرج لطلب العلم؟ بالنسبة للعلوم الشرعية أوصيه بأن يركز على العقيدة والفقه. العقيدة لا يخفى أهمية العقيدة، وأنه بدون العقيدة الصحيحة يخسر الإنسان أشياء كثيرة. إذا حصل عند الإنسان انحراف في العقيدة فيعني هذا يسبب له إشكالا كبيرا في أمور دينه. والأمم السابقة كان عندها تعبدات، ما كان يعني، وكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن كان عندهم انحراف في العقيدة. فأرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لتصحيح العقيدة وتحقيق التوحيد لله عز وجل. والأمر الثاني، العلم الثاني الذي يركز عليه مع العقيدة، الفقه، لأن الفقه هو الحياة العملية للناس. الآن انظر إلى برامج الإفتاء، ومنها هذا البرنامج، أسئلة الناس تدور في معظم أسئلة الناس في مسائل الفقه، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات والذكاة، ويعني في مسائل الفقهية. فأرى أنه يركز على هذين العلمين، علم العقيدة وعلم الفقه. بقية العلوم يأخذ منها بقدر معين، مثلا يعني مصطلح الحديث ليس ضروريا، بإمكانه الاعتماد على حكم المحدثين، يعتمد على حكم مثلا الإمام أحمد، البخاري، ابن المديني، على هؤلاء الأئمة خدموا السنة وحكموا على كثير من الأحاديث. مثلا
أصول الفقه يحتاج منه بقدر معين ولا يحتاج للتعمق في المسائل الأصولية. التفسير أيضا يحتاج إلى قدر معين وهو أن يفهم معنى الآية ولا يدخل في الخلافات ولا يدخل في الروايات ولا. فبقية العلوم يحتاج منها بقدر معين، لكن أهم علمين يحتاج إليهما علم العقيدة وعلم الفقه. أحسن الله.